ايه، عندي مشوار كده هقضيه وراجعه على طول. يا لهوي يا كماليا، حد يسيب الجو ده والبحر ويروح مشاوير؟ اصل عندي صاحبه ما شفتهاش من يجي 10 سنين، هروح ازورها كده وبعدين هجيب لكم لقمه. ما انتوا كلتوا كل السندوتشات. ما البحر بيجوع. بقولك ايه يا ليلى، خلي بالك من العيال، اوعي تسهي عنهم. يا اختي ما تقلقيش، دول فرحانين ومبسوطين وعمالين يبلبطوا في البحر، خلاص هيبوشوا. اه يا حبيبتي يلا ما تعوقيش. حاضر، باي باي. مجتش يا أمير، أنا مش عارفة إيه الدهية السودة اللي أنا فيها دي. طب أنا جعان. استبر شوية يا حبيبي، أنا معيش فلوس غير اللي تقضي للمواصلات. الله يسوقك يا أمه. طب أنا بردان. يا حبيب أختك، طب تعالى لبسك. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا حبيبي، ما أنت قاعد تبلبط من الصبح. استغفرك يا أمه. ادفع. لو سمحت. ايوه حضرتك عايز ايه؟ عايز اقابل الاخ دانيال. هتلاقيه بيخدم في مضيافه الدير. دانيال بيه، يا دانيال بيه، طب اسمعني بس، عايز اتكلم معاك. عايز مني ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ عايز مراتي وبنتي. انا عاوز اخوي، عايز اخوي. مش هي معاها موبايل؟ معهاش يا ست الامين، وبعدين دي بقالها يجي اكتر من 6 ساعات غايب. انا خايفه يكون جرى لها حاجه. شايف كامل قواها العقليه ومعاها بطاقه. اه طبعا، امال ايه؟ خلاص يبقى هتجيلك بقى سواء حيه او ميته. يا عم تف من بقك، يعني ما عندكش كده طريقه نعتر عليها بيها؟ مش هقدر اعمل لك اي حاجه لما يعدي على غيابها 24 ساعه. نهار اسود، بس احنا ما نقدرش نقعد هنا 24 ساعه. خلاص لما تروحي بقى القاهره بلغي في الاسم اللي انت تابع ليه. يلا يا عيال.